للتنقيب عن العديد من المعادن وخاصة الذهب والفضة والبرونز. جهاز كيو 30 يستطيع الكشف في الأماكن التي يتواجد فيها البشر أو في الحقول والأماكن التي لا يكاد أن يكون فيها أي معادن، وأيضا وضع خاص للبحر والشواطئ. يمكن للجهاز النزول تحت أعماق المياه لعمق يصل إلى 5 متر مع وضع مخصص للكشف عن الذهب الخام في الجبال أو في الوديان. جهاز دقيق جدا للغاية للتحديد الصحيح لنوع المعدن المكتشف، سواء كان المعدن متغير أو في أماكن مختلفة، مع خاصية عزل عنصر الحديد حتى لا يراه الجهاز. الجهاز مصنع من مواد مقاومة للماء مع خاصية تحديد العمق وخاصية تحديد نقطة الصفر لمكان وجود الهدف أثناء عملية البحث. لمزيد من المعلومات والحجز وطلب الشراء يمكنكم التواصل مع الرقم الظاهر أسفل الشاشة.